أساتذة تعلمنا منهم الكثير، سخروا كل وقتهم من أجل رفعة الإعلام الكويتي. لما نشوفهم نذكر الماضي والحاضر والمستقبل، أكيد تعلمنا منهم ونستمتع دائما بصوتهم وطلتهم والثقافة العالية اللي ممكن بدينا شوي نفتقدها. لكن خلكم معي بعد هذا الفاصل أو هذا التغرير، راح تعرفون أكثر عن من هم الأبراج معي اليوم. عزيزي المشاهد، همسة من أسرة البرنامج بأن تصحب أطفالك إلى هذه الأماكن التي سيتم الاحتفال فيها من خلال هذه المناسبة المجيدة. أعزائي المشاهدين، أسعد الله أوقاتكم جميعا وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد. وليالي رمضان في الكويت هي من أسعد الليالي في العام، حيث قراءة القرآن الكريم تأخذ الجزء الأكبر من تلك الليالي. وقد تناول البحث في الاجتماع المواضيع التي ستطرح خلال اجتماعات لجنة المتابعة العربية التي تبدأ في بيت الدين اليوم السبت. اسمه قد اختفى، مثله مثل بقية نجوم الأربعينات ونجوم الخمسينات في الرياضة الكويتية. قبل 30 عام كانت لهذه التغطية للأنشطة، لأنشطة نادي الفتاة، ولقاء مع السيدة الفاضلة فاطمة عيسى الصالح. باسمكم أرحب بضيوفي الكرام، الإعلامي القدير محمد المسند، وكذلك الإعلامي القدير ماجد الشطي، والإعلامي القدير علي حسن. مساكم الله بالخير، عيدكم مبارك وتقبل الله طاعتكم. مساكم العائدين الفائزين، الله يسلمك. كل عام وانتم بخير، لكم من عوادة وتقبل الله طاعتكم إن شاء الله. منه ومنك إن شاء الله. عيدكم مبارك، عساكم من عوادة رب العالمين، تقبل الله طاعتكم وتقبل الله منا ومنكم أيضا صيامنا وقيامنا يا رب العالمين. قل محمد آمين إن شاء الله. أبو شملال، ما سمعنا منك افتتاحية، يعني أنت من أنا بالنسبة لي من أجمل ابتسامات اللي أشوفها على الشاشة. الله يسلمك. أنا بعد أقول كل عام أنتم بخير وعيدكم مبارك. الله يسلمك. والله عيد عليكم بالخير والسعادة ويتقبل من الجميع إن شاء الله الطاعة. آمين إن شاء الله يا رب. مساء شفنا حقيقة بمناسبة عيد الفطر السعيد. نعم. احنا بهذه الأيام المباركة نبتهل إلى الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا وعلى بلدنا الحبيب نعمة الأمن والأمان، وأن يطيل الله في عمر راعي هذه الأمة وقائد مسيرتها. آمين يا رب. حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وسمو ولي عهد الأمين شيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وأن يحفظ بلدنا إن شاء الله. آمين. وأن يجعل هذا البلد دار أمن وأمان، وأن يديم علينا هذه الوحدة الوطنية. آمين. وأن يحفظ بلدنا وأن يجعلها إن شاء الله دائما في مصاف الدول المتقدمة. آمين إن شاء الله. آمين يا رب إن شاء الله. يعني وهذا أجمل ما نبدي هذا اليوم المبارك إن شاء الله. آمين إن شاء الله. وهذا أجمل ما نبدي فيه اليوم لقاءنا اليوم، يعني اسمحوا لي راح يكون عفوي ونستذكر مع بعض. شفنا مساعب التقرير الكل لما نتسأله مثلا أبو مشعل شلون العيد قبل والعيد الحين، أبو إبراهيم، أبو شملان، كل جيل يعني يقول قبل أحسن والحين غير، يعني ليش؟ هو ما في شك، يعني كل جيل لازم يأخذ حقه حقيقة من أفراحه وأتراحه. إحنا أخذنا حقنا حقيقة عندما كنا صغار قبل عملية إن والله ندخل في عملية الوظيفة ومن ثم دخول إلى وسائل الإعلام والشهرة وكل هذه الأمور. لكن الواحد يتذكر تلك الفترة ويتأسف على أبناء وأحفاد أنهم ما عاشوا تلك الفترة. بس هم الحين مستنسين وما لا أنا أقول لك يا أخوي محمد. نعم. يعني ببساطة خلنا أقول لك أنا على سبيل المثال مثلا، يعني قبل خاصة مثلا لما أقول لك إحنا في منطقة خيطان. نعم. وعرضة الرندي. زين، بحرها يعني حتى بالصيف. نعم. في مثل هذه الأيام نشعر بفرحة وأناسة بغض النظر عن الشمس اللي تضربنا العصر او الضحى او غيره او غيره. زين، لكن نشعر باناستها. الان انا يعني انظر لاحفادي. نعم. مو اولادي، انا مش عن فضل سبحانه وتعالى البنات عبد الله كذلك والبنات كذلك وعندهم عندي من الاحفاد سبحانه وتعالى. ما اعتقد هم يشعرون بلذه تلك الفتره، لذه العيد، ليله العيد. نعم. لما يقولون لنا او قبل لا العيد هالهلال قبل لا تطلع هذه الأغنية، زين
نفرح بليلة العيد ان احنا بنلبس ثوب جديد، بنلبس الله يكرم السامح زين حذاء جديد، بنسبح زين، هذه كلها بحد ذاتها لما تحط الحذاء الجديد هذا تحت مخدتك زين وشداشتك، لا تقول لي اوتي ما اوتي وغيره وغيره، كل هذه الامور مي موجوده زين، تشعر انك باكر الصبح بتروح تصلي صلاه العيد. نعم زين، سواء رمضان او العيد الاضحى المبارك، ما احلاها من فرحه. بس ولذلك انتشروا. لا بس لين الحين يا ابو مشعل ابو ابراهيم، يعني لين الحين اليهال يعني كل اللي ذكرته ممكن يصير اندور، يعني انا بستانس لكن اقدر استانس فيه الاجواء الموجوده. هو كلام اخوي محمد ابو مشعل صحيح، بس بضيف عليه انه ايقاع الحياه اصبح ما عاد مثل الاول. اول بما فيه صبحية العيد أو صباح العيد قبل الأسرة، يعني قبل قيام الحضارة، قبل قيام الشوارع والأرصفة والتقدم، قبل الشارع نفسه السكة تلقاها أبساط أو حصران ممدودة مع أبساط مع الأسطواني غدا بالفرجان، العيد بالفرجان بس كنا اصغر، ومن مر قالوا له تفضل وحياك تفضل. نعم هذه كعادات وتقاليد، ما نقول يعني اندثرت وانتهت، لكن ايقاع الحياه هو يتطلب هالشيء. يعني اذا طقيت على الباب يا ابو ابراهيم بيقولوا لك اطلع برا، بيقولوا لك هم تفضل وحياك وشو موجود؟ لا هذا مو بس بالبيت. مو خارج البيت بالسكة هو مثل ما تفضل ابو ابراهيم، وانا اخص ترى منطقه المرقاب زين، ليش هي عاده نجديه هذه؟ اي واحنا نخص هذه عاده نجديه ونقلت للكل زين، قبل عندنا اي ما تفضل بعد الصلاه كل من يجيب صينيته صينيته زين، وبالتالي مثل ما تفضل ما في صمات وما صمات، لا 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 حصران وحصران وما ادري ابو شمال عليه حصران عندنا ولا لا ابو شملان لا توه هذه عاده طبعا الان بهذه الاجواء لا يمكن ما موجوده في خش ابو شملان زي لا في ظل خلنا نكمل محمد الجزئيه بس في ظل التكنولوجيا التقدم والتطور وقولتهم الحضاره تكاد تكون اضمحلت وانتهت يعني ما تغيرت راحت خلينا نقول تغيرت ليش اضمحلت راحت بقى حتى على نطاق الاسره اصبح الاحتفال بالعيد يعني نطاق ضيق كانت عادات ثم اصبحت عادات جديده مثل ما يقول اخوي محمد ابو مشعل ان نستعد ونلبس الثياب وللحين يسوون هالعيال يعني العيال لا يا محمد انا قلت لا لا اسمح لي ابو ابراهيم هو ابو شمنا الحين من فضل الله سبحانه وتعالى يا ابو محمد اولادك واحفادنا نعم. على مدار السنه لباس جديد هذا خير الحمد لله خير من ابدا لا تقول لي ولا احنا قبل لا تليفونات خير ترى ما سمعنا رايك انا والله بس اتذكر يعني بالعيد قبل عندنا بشرق احنا نعم يعني مرقاب وشرق وجبله فاحنا بشرق هناك عندنا مكان فيه يحطون الدوارب حق العيد ونستانس نفرح نقعد نروح الدوارب هناك وبعدين يعني نحرص على ان نتواجد في ساحه الصفات فيها احتفاليه اكثر يعني دوارف وناجر المكرم السامع العربان عربان ام حصان نركب فيها وناس اذكر نركب حمير اجل لك الله حتى يعني اجل الله السابق اخواننا المشاهدين حتى الحمار او الدبش او الحصان بالذات الحمار يحنونه يزينونه يزينونه ويقطونه يحنونه وين هذا شيء جديد يحنونه لا والله ما دريت عن هي حنونه لا حنونه حنونه ريوله يزينونه يزينونه وينك انت يزينونه هذا يعني حتى سبحان الله الحمار يحس بالعيد فرحة العيد فالعيال يركبونه ويركب الحمار ويروح ويرد يعني في لها بهجه ولا فرحه اذكر احنا بعد العيد ما تكفينا العيدية قبل العيدية عاد كم ربية مص ربية ايش كثر يعني حصل اكثر شيء كنت حصل من حصل ربية ربية بعد من حصل ربية من حصل ربية عشان انا حصل ربية شو نسوي؟ نحط يعني نشارك في البراحة هذه في الدوارف بلا نحط تب ونحط فيه استكانه واللي يكون يحط الفلوس واللي تطب لك واللي اذا طبت داخل استكانه تعطي اللي ضعف المبلغ هذه لعبه زينه كنا نجمعين نجمع وناخذ الفلوس كلها ونروح نشتري من سكه من العي شعر بنات ونقعد نبيعه
نبيع يعني استثمار هذا هني غير استثمار هني غير تاجر وما يندرى لعبه شرعيه ولا غير شرعيه بس بكل اسف نعم يعني علي طالما هذي ما اصبح من التجار شفت شلون لانه وزع واستثمر لكن يعني الى الان الاجواء جميله وسعيده يعني عفوا خليني اقول لك شيء يعني انت ذكرت الاجواء الخارجيه لكن الحين كلها قاعد تصير بظروف الطقس والجو داخليه يعني المجمعات قاعد تحتفل تجيب عرضه وتجيب يعني الاجواء الكويتيه التراثيه موجوده يا جماعه ما راحت بس العرضات اخوي محمد إيه العرضات ما هي مثل الاول راحت إيه تلقاها باليهرج تلقاها بالحيين تلقاها بخيطان تلقاها بالبرقاب تلقاها فرق فرق لكن اللي ما راح الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى اكبر شخص بالاسره نعم اختك رضيعتك اخوك العود ابوك اول شيء بعد الصلاه زوره بعد الصلاه تاخذ اولادك وتروح تعيد هذه الى الان موجوده هذه بفضل الله سبحانه وتعالى حتى الامر ان شاء الله ما تنقطع واللي تغير بعد هم العيديه العياديه الحين ما يعني الحين ليهال ابو اربع خمس سنين تحسب حساب انك بتعطيه 30 دينار اي نعم هذا بيت الناس بعدين عفوا يعني انا واحد قال لي حكمه وفعلا حسيت بهالحكمه هذه ولمستها يعني يقول لك اذا مات الابو رحمه الله عليه يعني تظل الأسرة باقية نعم. لكن إذا ماتت الأم تفرقت الأسرة ما يتجمعوا مثل أول عمود البيت إذا ماتت الأم تتشروا العيال يمكن يروحون بالعياد والمناسبات حق بعضهم البعض حق الأخت العودة مثل ما تفضلوا الأخ العود يتجمعون عنده بس متعاد ما يروحون الصبح يروحون الظهر ولا العصر بالليل ففي تواصل بعدين في شغلة ثانية أيضا قبل كان في دواوين معروفة دواوين معروفة في المرقاب في جبلة في شرق معروفة هذه الدواوين أو في المناطق الأخرى في الجهرة أو بالفنطاس تعيد على الحيحيل موجود زين لكن مو بالكم اللي الآن لكن لا تزال بعض الدواوين على سبيل المثال أقول لك إياها بالنسبة لي الله يغفر له سالم فهد الطبيخ كان وكيل تلفزيون رحمة الله عليه ارتباطنا بالعم شافي يطول في عمره سعدون الجاسم وكيل وزارة الإعلام كل عيد عنده منذ كان وكيلا للإعلام نتجمع عند سالم الفهد أنا وأخوي ماجد بصفة خاصة يوسف حسين كان زميلنا مذيع ونروح إلى سعدون الجاسم نعيد عليه هذا شرط والعم أبو يوسف أحمد عبد الصمد وكيل وزارة مساعد حتى الآن حتى الآن شوف تصور الآن من طلع من تقاعد يمكن أكثر من 25 سنة سعدون الجاسم ووفاة الأخ سالم رحمة الله عليه الصبح الساعة 9 في كل عيد أمر على أبو إبراهيم ونروح إلى سعدون الجاسم طبعا قبل لا أنا أروح بيت عمتي رضيعتي أتقدى عندها شيء طبيعي أنا وعيالي قبل أتقدى أما غدا العيد موجود عندنا غدا العيد موجود لكن قبل هاي أروح بيت عمتي وعيد على العمة رحمة الله عليها وعيالها وغيره الآن بعد ذلك أمر على أخوي أبو إبراهيم ونروح إلى العم سعدون الجاسم ومن ثم نمر بقية الدواوين اللي معروفة بالنسبة لي إن شاء الله بعد الفاصل مكملين حديثنا عن نفس الأجواء أجواء العيد هذا بعد الفاصل مستمرين معكم وأنا أتشرف جدا في وجودي صراحة اليوم مع إعلاميين قديرين والكل تعلم منهم بالتأكيد وإحنا نتعلم منهم واليوم سوالفنا يعني بتصير عن العيد وخارج عن المألوف إن شاء الله يا رب تكلم عن الجانب العملي أكثر شيء بعد إن خصوصا يعني كإعلاميين حضرتكم بالعيد بالمناسبات تكونون مشغولين فيعني يعطيكم العافية يعني أنا عندي إن الشخص الإعلامي الفنان حاله حال دكتور حاله حال مهندس على حال الشرطي لأنه هو أيضا قاعد يساهم في إمتاع الناس وفائدة الناس فهو أيضا عنده جهد قاعد يزدهر هو الحقيقة شوف بالإذن من الإخوان أقول لك يا عملنا كإعلام وأنت واحد منهم تكاد تكون معزول اجتماعيا تكاد تكون مفصول عن بقية المجتمع وأحيانا كثيرة ويمكن الكل مسالك الإخوان لمسه وأنت واحد منهم ان تكون راكب سيارتك رايح حاط في بالك مشوار معين رايح للاهل رايح تزور الاقارب العمات الخالات او العمام وكذا ودق عليك التليفون وانت بالسياره وين رايح والله رايح كذا لا يبا تعال 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 المحطه الله يخليك عندنا تسجيل مهم تقرير مهم او او او, أو برنامج بسجله بسرعه الله وانت بيوم العيد وانت عيد ولا غير عيد 24 ساعه انت ستاند باي ف
فرأسه تغير اتجاهك بدل ما تروح يمين تروح يسار ولا خليت المشوار اللي انت رايح له خليت فيه. ما تقدر ترتبط اجتماعيا مع اقرب الناس لك، ما تقدر تقول انا بكره والله جاي اتغدى عندك مثلا، ما تدري الظرف شو يصير، حاله طارئه، ما تقدر ترتبط، فتكاد تكون يعني مفصول اجتماعيا وبسبب طبيعه العمل، مع ان هذا العمل هو متعته حبك له لا اكثر ولا اقل. اكيد لازم الشغف يكون إنك موجود وهاوي. وهذا الحب والهوايه هي اللي تخليك تكون تنعزل اجتماعيا، مع انه يعني مثل المحب اللي يعذبك. شو تحب حبيبي يعذبك، فتلقى فيه لذه وسعاده بهذا العذاب ولكن تحبه. نعم، في الظروف الصعبه يمكن برامج عياد. انا والله بس بقول شغل حول هذا الموضوع اللي تفضل فيه اخوي ابو ابراهيم. صراحه احنا ساعات ما نحس بلذه العيد يعني، لان فعلا ارتباطنا في المجال الاعلامي وحبنا هذا طبعا وعشقنا للمجال الاعلامي يعني يعزلنا عن اهلنا وعن جماعتنا حتى يسالون عنا، لكن يعني عزانا انه يشوفونا بالاذاعه والتلفزيون ويسمعونا بالاذاعه وهذه سعادتنا ببرامج البث المباشر. فعلا يعني كل عيد احنا الناس ترتاح وتستانس، احنا لا، فعلا يزداد الشغل، احنا نرتاح يعني بالعمل، يعني نؤدي دورنا بالعمل، ومثل ما قال ابو ابراهيم فعلا يعني تكون معزول عن اهلك وجماعتك اللي يحبونك وتحبهم وتروح لهم، لكن يقدرونك ليش؟ لانك انت ملتزم بالعمل في برامج التلفزيون والاذاعه. نعم، فهذا شيء طبيعي. ابو مشعل ايش رايك؟ يمكن الاستاذ ماجد والاستاذ علي ارتبطوا في الاذاعه مثل ما تفضلوا، وبالتالي عمل الاذاعه يطلب منهم دائما حقيقه تواجد ما في شك. انا ما ارتبط حقيقه باذاعه الكويت وبكل اسف. وبكل اسف يمدي ابو مشعل يمدي بكل اسف يتشرفون باذاعه الكويت، ولكن ارتبطت انا في تلفزيون. يمكن انا قبلهم في تقديم البرامج المنوعه والربط اليومي. يعني على سبيل المثال قبل العيد نستعد في برامج ونقدم سهرات مسجلة، وبالتالي تتطلب منا حتى الحضور اليومي في الربط اليومي. أيضا كان عندنا ربط يطلع المذيع الآن مع هذه الأغنية مع هذا مثلا المسلسل أو ما شابه. أنا أكلمك هذه عن فترة السبعينات. يعني ال 71 و 72 73 و 74 قبل أن تقل إلى التخصص في البرامج الرياضية فيما بعد. زين، لكن ايضا نفرح ايضا في حتى في تقديم هذه البرامج اللي تتحدث عن العيد طبعا وتقاريره. احيانا يتطلب منك سهر بالليل عشان تقدم هذا التقرير، تجهز لبرامج السهره. فبالتالي يمكن الاخوان يعني اكثر مني زين ينفصلون عن المجتمعات. اما انا في بدايتي لا، احب يعني ما اقول الحمد لله، اقول انا قاعد اتاسف اني ما ارتبط باذاعه الكويت، لكن ارتبط بتلفزيون الكويت في تقديم البرامج، برامج السهرات، وبرامج السهرات عاد غير. يعني حتى الزميل اللي معاي على سبيل ذكر الاخت امينه الشراح الله يطول عمرها ويعيد عليها، يعني اللي العديد من السهرات وبعض الزميلات ايضا زين، حتى في لبسهم عاد في ليله العيد لا تشوف عاد لباسهم غير. اما احنا لا، احنا هذه دشداشتك البيضة انتهى الموضوع بالصيف، حتى مو جديدة حق العيد لا منفصل الحين. فبالتالي يعني يمكن انا اختلف، لكن هم الله يعينهم لا كذا على نعم. يعني بس يعني بالمناسبة بس أنا بس أعايد على زميلتنا أمينة الشراح، أتمنى لها التوفيق وأيضا الصحة والعافية ومسي عليها، وكذلك زميلتنا دولة شوقي وزميلتنا سهام مبارك كانوا معانا دائما وكثير من الزميلات في برامج العيد، فنمسي عليهم ونعايد عليهم. أكيد أيوة أكيد الله يحفظ الجميع ويوفقهم وين ما كانوا. كل الزميلات نقول لهم كل عام وأنتم بخير. على ذكر البرامج كما قال أخوي محمد، دام احنا في عيد الفطر السعيد طالعين من رمضان ودشنا في العيد، اذاعه الكويت عاده برمضان كنا في السابق، ويمكن الحين موجوده بس ما هي مثل الاول. السهرات الاذاعيه اليوميه في اذاعه الكويت، كل ليله سهرات اذاعه الكويت. قبل شهر رمضان بثلاث أربعة أشهر تكون خلية النحل، تسجيل على طول، مسلسلات دراما وبرامج، ونمتاز تمتاز إذاعة الكويت بالجروبات
اللي نسافر خارج الكويت، نروح إلى الجزيرة العربية، نروح إلى مثل شمال أفريقيا، نروح إلى مصر. شمال أفريقيا وأفريقيا تعتبر مصر من ضمن الدول الأفريقية اللي هي تونس والمغرب والجزائر ومصر وحتى ليبيا وموريتانيا والسودان. ننتقل من بلد إلى بلد في سبيل أن نجمع سهرات حق إذاعة الكويت تذاع في ليالي رمضان. نعم. هذه ميزة يعني إذاعة الكويت في السابق. الحين العمل أسهل وصرنا خلاص قرية واحدة سهل الاتصال. في ظل التكنولوجيا الحديثة وظل التواصل الاجتماعي، وإحنا قاعدين الآن أنت قاعد في موبايلك تقدر تتصل في أي جهة من العالم وتاخذ معاه لقاء وانت على الهواء وانت في تليفونك مشبوك. الحين كل شيء الحين على الهواء. الحين عفوا ابو ابراهيم الحين كل شيء صار سهل. الحين يقول لك حتى العيادي تقدر الحين تعيد على لوادم دزله المبلغ. كم ولد عندكم؟ فلان فلان فلان، والدزله من بنك الى بنك. الحين عندنا تقرير عن العيادي وبنشوف هل اختلفت ام لا. شيء ذكر شهاده لاذاعه الكويت البارحه، انا قاعد اسمع اذاعه البي بي سي يتكلمون عن رمضان ايضا، فواحد من العراق قال انا فيساله نعم شنو ارتباطك بالوسائل الاعلام او غيره؟ قال والله انا استمتع عندما استمع الى اذاعه الكويت واذاعه بغداد. لها مستمعين طبعا اكيد. زين قبل لا تكون اذاعه البي بي سي ها، وهذه شهاده الحمد لله لاذاعه الكويت. لا احد يختلف، شهاده اذاعه الكويت ما حد يختلف، ما حد يختلف. اخبار صناعيه عفوا الان الارسال البث كله اف ام ما اف ام، والان منقول بثك هذا كله عبر الاقمار الصناعيه سواء كان التلفزيون او الراديو. تقدر تسمع عن طريق التلفزيون الراديو الاذاعه، كل شيء صار سهل كل عبر الاقمار. لكن قبل لا كانت الموجات القصيره هي العامل الاساسي انك تلتقط في الوطن العربي الكبير في شمال افريقيا الجزائر وتونس والمغرب، يسمعونك ويتينا الرسائل عن طريق البريد. نعم المكاتب التكنولوجيا والسوشيال ميديا يسمعونك ونحطها بخياش ونجمعها ونكدسها وبعدين نفرزها ونطلع منها الحين الله يعافي الانستغرام وتويتر والواتساب سهل الامور. هذه التكنولوجيا ذكرت مساء انه يمكن ايضا العيديه دخلت في هذا المجال مجال التكنولوجيا. بنشوف مع بعض تقرير عن العيديه او اراء الناس ونرجع معكم. يعني حسب الاعمار، هي حسب الاعمار بعد طبعا. الحين اللي عمره 12 سنه ما راح ياخذ 5 دنانير، كم ساعه 10 نعطي حسب العمر، شيء بخمسة شيء بعشرة شيء دينارين شيء ثلاثة شيء حسب الأعمار. يعني العيادي اللي أقربون لي كلش مثل الأحفادي أعطيهم على 10 والخدم أعطيهم على 5 وأمشي أطلع بالشارع العمال مال العمال هذا أعطيهم على دينار دينار. والله الحين ماكو من 5 وفوق ما في دينار والله. الحين من الدينار وفوق بس. قبل قلت لك إحنا نرضب بربع دينار نص دينار، وبعد إذا صار الدينار وعندنا عيد ذاك اليوم على ايامنا قبل لا نشتغل يا الربع اللي يعطينا دينار يا هذا لورد. يوم تزوجت عطيت حق اخوان زوجتي على 5 5 ليش للحين يذكروني؟ يقول تذكر بحد كان يعطي 5 دنانير وانت شلون ما اعطينا 5 دنانير؟ قبل الله ربع دينار تعطيهم نص دينار دينار، الحين ما في. والله اول ما خذيت 10 فلوس اكثر عيديه حصلتها 10. شكل شيء بكل 10 فلوس تاخذها تحضر وفاك تمشي وتاكل ولا شوي بنك نقل عن شكك ايه هالشغلات قديمه ترى. رجعنا لكم مع حضرة إعلاميين قديرين، وبساعة كان أراء الناس عن العيدية وشون كانت وصارت. والحين يمكن ذكرت أنا شغلة أن العيادي الآن تسلم خلاص تحويل، يعني أن عيالك من فلان فلان أحول لك المبلغ مباشرة. وللأسف ظاهرة جديدة صارت، يعني مو جديدة يمكن صار لها 10 سنين أو أقل، السفر. فالحين قام يسافرون مبكر قبل العيد وعساس أنه ويدزوا لك العيدية قبل، إحنا بنسافر بنزلكم الحين. فعندنا السفر اللي قاعد يعني يزعجنا.
رايكم؟ عموما بالنسبه للعياد يعني بالمناسبه رحت البنك عشان اصرف عيادي كان تقول لي ما في الا عشرينات واربعه احمني بالربع مني بالربع ما حد يبي الربع والاكثر والاقل ليش؟ والله الحين ربع من ياخذه قاعد ياخذ ربع لا هو ظاهره السفر مثل ما تفضلت يعني قاعد ياتي ايضا في وقت بالصيف بعد الاجازه الدراسيه اي وقليل اللي سافر برمضان هذا قبل قليل الحين الكل يسافر إيه؟ الحين الكل هذه المشكله العيادي الان اصبحت ترهم عاله لان ما عاد الربع ولا النص دينار ولا الدينار يا اخي محمد زين والكل يشكو أبداً. منها يمكن انت عندك قدره انا عندي قدره مثلا خاصه لما يكون عندك من الاحفاد زين لما يكون عندك من الاحفاد كم الله يحفظ زين الله يخليك مضطر يعني هاي الخمسة دنانير هذه لا وهم شيء النفس الخمسة مو لأصغر هذا اللي ما يعرفها اللي ما يعرف الخمسة اللي ما يعرف الخمسة يقبل فيها تمشي عليه زين وبالتالي أنت شو تسوي بس تلقى له متخز تعطيه دنانير الخمسة دنانير تعطيه عبارة عن دنانير هذا اللي ما يعرف خمسة وايد لكن اللي يعرف لها يبي العشرة والعشرين فأصبحت ثقيلة على الأسرة ما في شك فالناس تنحاش تسافر يعني مثل ما تفضلت خلينا نحاش عن العيدية أما بالنسبة لنا إحنا قبل لا عيدية مثل ما تفضل أخوي علي زين النص ربية شو تساوي الكثير والكثير نمط الحياة إيقاع الحياة تغير يعني أول قبل القناعة يعني أيام الربيات وحتى أيام الدنانير يعني قبل يعني حتى بيوت الجيران عفوا يعني حتى بيوت الجيران قبل زين لما كان المجتمع زين غير المجتمع الحالي زين التواصل اللي المجتمع الفريد اللي في سكة سد عفوا اللي في سكة سد وهذا بيت وهذا بيت وهذا بيت ها عرفت شلون تروح تعيد تقطع عليك العيوز زين كان في مثل القرقيعان أتكلم عن الربيات الآنتين والنصبية وربع ربية والشغلات هذه حتى الجيران كانوا يعيدون غير الأسرة الحين فشل أطق على اليار أنا ودي أشكر وياك. أشكر البنك الكويت المركزي هذا العام يعني سوى شغلة حلوة حط هالمكاين عشان اللي بيروح يصرف العيادي يعني مشكورين على هالخطوة هذه موجودة في المجمعات وبعض الجمعيات وخطوة جدا جميلة ورائعة بس أهم شيء ما يطلع لنا أربعة البنك الكويت المركزي هذا بعد البنك المركزي ما قال المركزي لا ما قال خاص لا المركزي يلا استلم أنا إن شاء الله متواصلين معاكم لكن بعد هذا الفاصل مستمرين معاكم وإحنا في ثالث أيام العيد الكريم والمبارك وحديثي مع الإعلاميين القديرين حول العيد وما خالطه وإبراهيم أنت كنا دائما ترجع إلى القديم وتحس بأن حاليا إحنا مقصرين وعيالنا مقصرين بالعيد شوف هو لا يعني كل وقت ما يستحي من وقته على قولتهم يعني لكل آن وله أذان لكل آن له أذان وكل وقت ما يستحي من وقته الآن الوقت تغير عن الأول التواصل يعني الاجتماعي وسائل هذه لكن الآن في ظل التواصل الاجتماعي في ظل التكنولوجيا في ظل التطور في ظل للأسف الشديد هناك استغلال سيء ما هو يستغل هذا الجهاز للهدف اللي صنع من أجله يعني هذا التواصل الاجتماعي وجد أو صنع لسهولة الاتصال لتيسير أمورك في الحياة الحين هو اللي يغني حتى الشراء والبيع عن طريق التواصل الاجتماعي لكن للأسف لما يستغل إلى الإساءة إلى الآخرين إلى على قولتهم الفوتوشوب والتنفر تركيب الصور تركيب الأشكال والمقاطع وتشويه سمعة الناس والإساءة إلى الآخرين والشتائم كل هذه الأشكال الخوض في أعراض الآخرين يعني هذه كلها للأسف الشديد سلبيات هذا الجهاز اللي هو التواصل الاجتماعي فللأسف يعني شو أقول لك يعني كشرقيين أو كعرب وكمسلمين بالذات هذا مرفوض أكيد المفروض نحن نتحلى بالأخلاق ونسمو
وهذا بعد ونتقدم ببراهيم هذا دوركم بعد ايضا يعني كلاعبين كبار هذا يقع على عاتق وسائل الاعلام المختلفة. نعم. هذا دور وسائل الاعلام ودوركم ايضا تستنكرون كاعلاميين كبار الكل يسمع منكم ان شاء الله احنا نقدر عليه نسوي. انا بس بذكر شغله يعني صارت من يطلع ماجد الشطي قبل بيان من وزارة العدل قلنا صار العيد صار اي والله ابو ابراهيم دائما يعني اول رمضان يعني اول ما يطلع عند البيان اول اخر شيء يطلع بيان من وزارة عرفنا انه باكر رمضان انه في شيء في شيء زين ويطلع الله يرحمه محمود الكويتي والعيد هالهلاله ليه الحين لليوم عيد هالهلاله رحمه الله عليه اللي كتبها عندنا بالاذاعه كان قبل ايام مبنى القديم واحد قال الله يرحمه رحمه الله عليه ابراهيم سدير النجدي ابراهيم سدير النجدي هو عامل بداله عندنا في الاذاعه هو اللي كتبها ها عامل بداله لكنه شاعر عنده ملكه الشعر قبل حاجه يا محمد الكويتيين يعملون في اي مهنه ما هذا بالنسبه للكويتيين لكن هذا الكويتي يعمل في اي مهنه يعني مع موهبه بعد ما في شيء في شغله الان يعاني منها ابراهيم الان بوجود هذا التلفزيون رمضان كله سهرات وبالتالي الابناء والاحفاد كلهم يسهرون قبل طبعا النوم مبكر عشان صلاة العيد نعم الأب صح أولاده لا بد يروح يصلي العيد مع الأبناء الآن المشكلة العيال أو الأحفاد متى ينامون لا وين صبح أو ما ينامون أو مواصل أو ما يواصل وبالتالي تسهل عليك العملية أنت لما تروح تصلي تاخذ أولادك بس يطوفه شيء ثاني أيضا زوجتك والبنات أيضا يروحون للصلاة المفضلة سبحانه وتعالى لكن البعض خلينا نكون أنا أعتقد 100% الأسر تعاني من العملية ينام قبل الصبح وبالتالي تعال أنت قاعدة ولا بد يقوم عشان يصلي صلاة العيد خاصة في عيد الفطر السعيد عيد رمضان عشان يستشعر العيد لا بد يعيد هذه نعاني أنا واحد من الناس أعاني في موضوع الواتساب أنا بفضل الله سبحانه وتعالى ومن خلال عملي في المجال الرياضي زين أصبحت لي من العلاقات في العالم العربي مع الكل لا حد بدون زين فبالتالي مضطر في كل مناسبة إني أبعث لكن أنا الحمد لله الأولاد البنات بصفة خاصة يباي يعملوا الصيغة هذه ودزوها زين فما يقارب أنا مثلا عندي مثلا ما يقارب يمكن ما يقارب 200 شخصية لو عنده دوانية بعد ما شاء الله والله غير دوانية وإن شاء الله يجزيك خير زين مرتبط أيضا بالإخوان الإعلاميين والرياضيين في كل عالمنا العربي وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى عملية التواصل وهذا شيء في دزع عشان نختم معكم بس بدأ مدشينا بالكرة وطبعا والإعلامية المختص في الرياضة وكل واحد مني بيشجع في كأس العالم أو ما عمله أبدي مع أبو شملان والله ودنا الدول العربية يعني دولة من الدول العربية اللي يعني أيضا توصل شكلك ما تتابع أبو شملان حالي من حالك إن شاء الله أنا تابع بس يعني أتمنى أتمنى إن شاء الله إحدى الدول العربية توصل إلى نهائي كأس العالم إن شاء الله أجوبة دبلوماسية عدهني تلازم تصير جزاك الله ما كل ما يتمنى المرء يدركه تجري رياح ما تشتهي استفدنا كأس العالم بشكل عام العالم الآن هي أمنيات أن إحدى الفرق العربية تتعدى المرحلة الأولى وبصفة خاصة السعودية في أول مباراة الافتتاح أمام روسيا إن شاء الله ومصر بنفس المجموعة وعندنا المغرب وتونس لكن عملية أنهم يتجاوزون أكثر من ذلك لا والله صعوبة لكن يبقى البرازيل احنا اليوم ثالث يوم العيد البرازيل ستبقى هي المرشحة الأولى ومن ثم تدخل معها طبعا ألمانيا شيء مؤكد فرنسا الأرجنتين هذه إنجلترا أيضا أنا أضيف السنة هذه إنجلترا مرشحة أخرى للتنافس على كأس العالم الطليان طلعوا منها حسافة والحين مشكلة عندهم بإيطاليا طلعوا الإيطاليين والهولنديين من أفضل الفرق زين طلعوا راح يلعبون ايطاليا تحمل الكاس 4 مرات وطلعت من ولم تصل للنهائي هولندا التي تملك من النجوم وهولندا ايضا هولندا طلعت من كاس العالم انا شيء ما شاء الله الوقت سرقني معاكم لكن بدي اخذ كلمات من كل اعلامي قدير اذا ممكن تفضل والله احنا نشكر الاخوان القائمين على هذا البرنامج ونشكرك اخوي محمد على
يعني إتاحة الفرصة لنا للالتقاء مع زملائنا والأهرام أهرام يعني الإعلام الكويتي سعد ماجد الشرطي وأيضا أخونا. إحنا قلنا إحنا ما نشوف أهرام، إحنا الأبراج الأهرام ما نشوف فيهم، إحنا أبراج. وأتمنى لهم يعني شنو خوف وخفر ومنقرة؟ لا لا الأبراج. وأشكركم على يعني إتاحة الفرصة لنا. سعد المبارك وحنا شرف فيك أبو شملان ابتسامة جميلة أيضا. نقول شكرا لك أخوي محمد، سلمك يا شكرا طبعا موصول بدرجة أولى لقناة المجلس، ونشكر أخوة المشاهدين على هذا اللقاء معاهم عبر قناة المجلس، ونقول كل عام وانتم بخير، عساكم من عوادة، وإن شاء الله أشوفكم في الأعياد القادمة والبرامج القادمة وبرامج القادمة إن شاء الله يا رب العالمين. شاكر لك جدا أخوي محمد تسلم. وكل الأخوة المسؤولين عن هذا البرنامج وقناة المجلس، وفي نفس الوقت أيضا لابد أن نرفع أسماء آيات التهاني وتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، والله يطول لي في عمره يا رب العالمين، وسمو ولي عهد الأمين، والشعب الكويتي بصفة خاصة ومتينة العربية والإسلامية، ويا رب العالمين يتمم علينا الأمن والأمان والسعادة. شاكر جدا لك أخوي محمد، وبارك الله فيك ومزيدا لك إن شاء الله من التألق أخوي محمد. سلمك يا رب. وإحنا ترى في برنامجنا بالكويتي أنا كنت أحاتي من أبو إبراهيم، لأن إحنا بالكويتي أبو إبراهيم ما شاء الله عليه شد باللغة العربية، إحنا نأخذ راحتنا بالكويتي. بالعكس حلوين بالعربية. وأنا أتشرف فيكم، هذا البرنامج والاستديو والقناة لكم إعلاميين متى ما بغيتوا، أي وقت تشرفونا في أي موضوع تكلمون فيه أكيد راح يثري الجميع بإذن الله. تسلمون، كل عام وانتم بخير وعيدكم مبارك يا رب ان شاء الله. باسمكم اشكر الاعلاميين القديرين، الاعلامي القدير محمد المسند، وكذلك الاعلامي القدير ماجد الشطي، والاعلامي القدير علي حسن.